أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في ثنايا الخبر، هذه الحلقة التي نناقش فيها آخر التطورات لعملية المخلب السيف التركية ضد مواقع قسد شمال سوريا وحول تطورها لمعركة برية مرتقبة. وأجدد الترحيب بالسيد أحمد مظهر سعدو الكاتب والصحفي من غازي عنتاب، وأرحب بالدكتورة مرح البقاعي وهي رئيسة تحرير منصة وايت هاوس إن عربيك من واشنطن. أبدأ من عندك دكتورة مرح، يعني هل تغير الموقف الأمريكي من رفضه للعملية البرية التركية؟ نعم أعيد السؤال دكتورة، هل تغير الموقف الأمريكي من العملية البرية التركية المرتقبة، خاصة مع يعني إعلان واشنطن بأنها سوف تخفض الدوريات المشتركة مع قسد؟ مساء الخير أو صباح الخير الحقيقة، حياك الله جمهور حلب اليوم الكريم. بداية التصريحات الأمريكية في البداية كانت واضحة بأنها ضد هذه الحملة البرية، وهي تخشى على المدنيين وتخشى بصراحة على الأمريكيين الموجودين هناك. هناك تعنيف أمريكي بين خبير ومستشار موجودين على الأرض في المناطق التي تنوي تركيا الدخول إليها ضمن قواعد طبعا أمريكية. لكن اليوم حدثت بعض الانسحابات من الدوريات المشتركة التي تشترك فيها الولايات المتحدة الأمريكية في بعض المواقع. هذا دليل ليس تراجع أمريكا عن موقفها، لكن يبدو أن الولايات المتحدة تأكدت تماما أن تركيا ماضية في هذه العملية ولن تستمع لنصائح أمريكا أو روسيا ولا حتى إيران التي دخلت اليوم على الخط من خلال مكالمة عندها وزير خارجية الإيراني عبد اللهيان مع وزير الخارجية التركي من أجل تهدئة الأوضاع في السماء. نعم، إذن برأيك يعني لم يتغير الموقف الأمريكي، إذن ما هي يعني ردة فعل واشنطن في حال كان هناك عملية عسكرية برية تركية في شمال سوريا، خاصة وأن قسد هي يعني من حلفاء واشنطن؟ يعني مصادرنا في واشنطن تقول أن العملية ستكون محدودة جدا، ولن طبعا ستأخذ تركيا بعين الاعتبار الوجود الأمريكي بشكل واضح وبشكل دقيق جدا، وأيضا يعني ستكون العملية سريعة ومحدودة في أماكن معينة. نعم. ولا أعتقد شخصيا أن عين العرب ستكون مشمولة ضمن هذه العملية. يعني نعم. ممكن تتركز عمليات على منبج وتل رفاق. هل هذه يعني معلومات أم أنها استنتاجات؟ يعني وجهين، يجوز فيها الوجهان. نعم، دعيني أسأل ضيفي السيد أحمد مظهر سعدو عن وجهة نظره عن المحاور للعملية التركية المرتقبة، هل ستكون تل رفعت منبج عين العرب أم هناك غير محاور أم ليس كل هذه المحاور؟ يعني أنا باعتقادي أنه القيادة التركية حددت هذه المحاور بالأساس وعلى بأعلى المستويات، هي منبج تل رفعت وعين العرب كوباني. لذلك يعني فيما لو حصلت العملية البرية، وقد لا تحصل إذا ما تم تحقيق الأهداف التركية بدون حرب، قد لا تحصل وعبر المفاوضات التي تجري سواء كان مع الروس أو سواهم، لكن أنا باعتقادي فيما لو تأكدنا من أن الانسحابات وانسحاب الدوريات وبعض التواجدات العسكرية الأمريكية حصلت من داخل منبج، لأنه نعرف أنه داخل منبج في دوريات وعسكريتاريا أمريكية متواجدة، فإذا معنى ذلك أن هناك ضوء أخضر ما بشكل أو من الأشكال من الأمريكان بهذه العملية المحدودة كما قلت، والتي لا تبغي إنهاء قسد بكليتها، تبغي إبعاد
الإرهاب عن حدود تركيا مسافة 30 كيلومتر، ومن ثم السيطرة على هذه المناطق الأكثر أهمية واستراتيجية، والتي بالتأكيد هي تساعد أيضا الدولة التركية على نعم يعني إعادة قوية. لو تحدثنا سيد أحمد بعجالة عن أهمية هذه المحاور. هذه المحاور كما قلت، الدولة التركية أعلنت منذ أشهر أن هناك، طبعا بالإضافة لقضية الأمن القومي التركي، أن هناك عودة طوعية لما يقرب 1 مليون إنسان سوري موجودين بالأراضي التركية. والحقيقة أن منبج وتل رفعت، هذه المناطق خاصة فيها كثير مئات الآلاف من هؤلاء المدن موجودين داخل تركيا، وبالتالي فيما لو تم سيطرة على هذه المناطق وإبعاد قسد والإرهاب القسدي عنها، فإذا تعطي المجال جديا حفاظا على الأمن القومي التركي أولا، ومن ثم أيضا تنفيذ هذا القرار التركي بعودة ما لا يقل عن 1 مليون شخص حتى حزيران القادم، موعد الانتخابات القادمة. نعم. لذلك أنا باعتقادي هي أحد الأشياء الأساسية، لكن حتى الآن غير مؤكد أن الأمريكان فعلا أعطوا ضوء أخضر وأن منبج قد تم الانسحاب منها، ولكن أنا على يقين من أنه لو تم فعلا الانسحاب الأمريكي، إذن يعني ذلك إفساح المجال للدخول التركي في عملية برية تهيمن على هذه المنطقة بالذات، لأنه حتى الآن لا وافق، حتى من مظلوم عبدي لم يوافق على أن يكون الجيش النظام السوري موجود على الحدود بكميات كبيرة، وتركيا لا توافق إلا أن يهيمن الجيش، بمعنى الحفاظ على أمن التركي وليس فقط شكلانيا أو تغطية شكلية من خلال قسد. قسد لا غير موافق على أن تكون على الحدود التركية بأي حال من الأحوال. وهنا أعود للتأكيد على أن ما يدل على أن الأمريكان غيروا قليلا في هذه السياسة هو تصريح مظلوم عبدي أمس، والذي طالب فيه الأمريكان ببيان وقرار جدي وطلب إلى تركيا بشكل جدي أكبر، لأنه يرى أن هناك رخاوة أمريكية، لذلك يطلب أكثر وأكثر حتى يمكن إيقاف هذه العملية فيما لو أصر الأتراك عليها. نعم دكتورة مرح، يعني كان هناك عرض روسي بأن يشغل النظام، نظام الأسد، لمناطق تخليها قسد. ما هي وجهة نظر واشنطن حول هذه النقطة، خاصة بعد رفض أنقرة لما وصفته ب يعني الانتشار الشكلي للنظام في مناطق قسد؟ نعم، الجواب على السؤال هناك شقين للجواب. أول شيء الأمريكي واضح للنظام السوري ومن حلفائه إيران، انتشار القوات الحدود التركية مع انتشار سوري إيراني، لأننا نعرف مدى كيف إيران على القوات السورية الحكومية وعلى قرار، فهذا مرفوض للولايات المتحدة، إلا إذا كانت هناك تفاهمات حدثت بين قطر ومصر يعني تؤكد عدم وجود قوات إيرانية، يعني هذا يتعلق. إذن يعني هناك مخاوف من واشنطن واضحة من السنة. نعم تفضل. نعم، إذن يعني هناك مخاوف من واشنطن من تقدم قوات إيرانية إلى جانب قوات نظام الأسد. تماما، هذا مرفوض بشكل نهائي بالنسبة للولايات المتحدة. لكن كما قلت مثلا، لا نعرف ما حدث في السنة بين دول ثلاثة الراعية، تركيا وروسيا وإيران. يبدو أن هناك تفاهمات بحدها الأدنى حدثت، ولذلك رأينا، يعني لما أتحدث عن انسحاب أمريكي أتحدث عن تخفيف عدد البيرسونال أو الأفراد الأمريكيين في الدوريات المشتركة مع قسد. هذا ليس انسحاب، هذا يعني نوع من إعادة التموضع، يعني تحسبا لأي عملية برية. نعم، يعني برأيك ما هي الخيارات اليوم أمام قسد بعد الحديث عن رفضها للعرض الروسي والانسحاب من الحدود بعمق 30 كيلو متر، وأيضا يعني الآن الموقف الأمريكي المتغير؟ يعني بدك رأيي بصراحة ورأيي شخصي، أفضل شيء للمنطقة لتركيا ولسوريا والجميع دخول قوات دولية للمناطق. طبعا تركيا تريد ضمان حدودها، ذلك تماما
وقصد وعدت التراجع، لكنها على خلاف مع روس حول من سيشهد هذه المنطقة. إذا استمر هذا الخلاف، إذا يعني قرر ذاك أنهم لا يريدون أن يدخلوا في عملية كبيرة واسعة، أفضل شيء وجود قوات دولية للفصل بين القوات على المساحة التي تريدها تركيا تماما داخل نعم. يعني أستمع لرأي السيد أحمد مظهر سعده حول وجود قوات دولية، ما مدى إمكانية تطبيق هذه البند أو هذه الاتفاقية في حال كان بالفعل هناك نية للدول في المتنفذة في الملف السوري لوضع قوات دولية على الحدود؟ يعني موضوع قوات دولية هي مسألة سبق وطرحت خلال مسيرة الثورة السورية أكثر مرة ولأكثر من مكان لحماية الشعب السوري من عزف وقصف النظام وإيران وميليشيات الطائفية وأيضا الروس، لكن أنا برأيي المجتمع الدولي غير حاليا قابل بهذه الفكرة وغير متحرك وغير متورط إن صح التعبير في وجود قوات دولية قد تطول وتطول ولا تقف عند حد أو زمن معين، ولا أعتقد حاليا أنها مطروحة لا من قبل الروس ولا من قبل الأمريكان حاليا. يعني فكرة جيدة طرحتها الزميلة العزيزة، لكن لا أعتقد أنها حاليا في سياق إمكانية التحقق وفق المنظور الواقعي للمسألة في الشمال السوري، وبالتالي لا أمريكان وافقين ولا الروس باعتقادي، ووجود الأمم المتحدة يحتاج إلى قرار مجلس أمن، وهذه مسألة تأخذ وقتا طويلا، ولا أعتقد أن تركيا حاليا بصدد الانتظار طويلا إذا لم ينتهي الإرهاب في الشمال السوري. أشكرك جزيل الشكر السيد أحمد مظهر سعد الكاتب والصحفي، كنت معي من غازي عنتاب، كما أشكر الدكتورة مرح البقاعي رئيس التحرير منصة وايت هاوس إن أرابيك من واشنطن، والشكر الموصول لكم سادتي المشاهدين على طيب المتابعة. هذه تحياتي، أنا محدثكم عبادة حيدري، دمتم بخير وإلى اللقاء.